تحتفل دولة الكويت اليوم بمرور 11 عاما على تولي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولاية العهد. تشكل المناسبة محطة من المحطات الوطنية لسموه بتولي وتحمل مسؤولية العمل الوطني والتفاني في خدمة الكويت ورفعتها وتقدمها. وأضحى عطاء سموه حفظه الله وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع في ظل سجل حافل بالإنجازات الوطنية والإنسانية. إنني يزاء هذه الثقة السامية التي أولاني إياها سيدي حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وأمام هذه المبايعة المباركة من جانبكم أنتم نواب الأمة، فأني لا أملك إلا أن أسجد لله وأحمد حمد الشاكرين على نعمته وفضله علي، كما أني بكل الفخر والاعتزاز أحني هامتي إجلالا وإكبارا لهذا الوطن العظيم بشعبه الوفي الكريم في ظل القيادة الرشيدة لسموه. بهذه الكلمات دشنت الكويت عهدا جديدا بتسمية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. 11 عاما مضت على تسمية سموه وليا للعهد بعد الإجماع على مبايعة سموه، والذي جاء بعد أن أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمرا أميريا في 7 فبراير من عام 2006 بتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد، نظرا إلى ما عهد في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب، فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وأحكام قانون توارث الإمارة لدى سموه. إن اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد ليتولى منصب ولاية العهد قبل 11 عاما لم يكن وليد اللحظة، فسموه يحمل مناقب وصفات فريدة ومميزة تجعله بحق ولي للعهد وعضيدا لسمو الأمير، وهو ما أجمع عليه أهل الكويت ولا أدل على ذلك من التأييد الشعبي والبرلماني الذي حصل عليه سموه في 20 فبراير عام 2006. صفات إنسانية عديدة ميزت سمو ولي العهد، أبرزها الرحمة والعدل بين الناس والإنفاق من أجل الخير داخل وخارج الكويت، فسموه رعاه الله يضع أهل الكويت في قلبه وينزلهم منزلة عالية في نفسه، ولا يتوانى عن دعم تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل الزاهر، كما أن دماثة خلقه جعلته مقربا من قلوب الكويتيين، مما أكسب سموه حب جميع أهل الكويت. سمو ولي العهد حفظه الله يعد رجل دولة من الطراز الأول، حيث خدم الكويت في مواقع عدة وساهم في نهضتها، وساهم سموه في عملية البناء التي شهدتها الكويت منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، كما ساهم بدعم صناعة قراراتها، فشخصية سموه متمرسة في العمل السياسي بحكم معاصرته عددا من حكام الكويت السابقين وتوليه أهم وزارات السيادة في حقبة الثمانينيات والتسعينيات. هي ذكرى عزيزة على قلوب جميع الكويتيين، خصوصا إن سموه رعاه الله تميز دائما بالحرص على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي والتمسك بالديمقراطية والالتزام بالدستور، مما جعل الكويتيين يجددون البيعة لسموه لإدارة دفة البلاد يدا بيد ليكون سندا لسمو الأمير في مسيرة النماء لكويت العطاء. بمناسبة مرور 11 عاما على تسميته وليا للعهد، تقدم أعضاء مجلس الأمة بأسمى التهاني وأرق التبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، مؤكدين أن سموه رجل دولة من الطراز الأول خدم الكويت في مواقع عدة وساهم في نهضتها. كما أشاد النواب بتميز سموه طوال مسيرته الخالدة بالحنكة والقدرة على إدارة الأزمات بهدوء، كما أن سموه كان شريكا فاعلا في عملية البناء والتي شهدتها الكويت منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي وساهم في صناعة قراراتها.
بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله وليا للعهد، أشاد أعضاء مجلس الأمة بمآثر سموه، مؤكدين أن دماثة خلقه قربته من قلوب الكويتيين. مناسبة جلوس ولي العهد السنة 11، أولا أتمنى له العمر المديد، وسمو ولي العهد من الشخصيات المحبوبة، وكل الشعب الكويتي يكون له كل التقدير والاحترام والتبجيل وبدون أي مجاملة، ونبتعد عن الرسميات. بفيصل أنت حبيب الشعب مثل ما سمو الأمير والدنا كلنا وحبيبنا كلنا، أنت حبيب الشعب، وأتمنى لك الصحة والعافية بقيادة سمو الأمير، وإن شاء الله بإذن الله العمر المديد ونحتفل في أعوام قادمة يا أبو فيصل يا حبيب الشعب. له مكانة في قلوب الكويتيين، وهذا الرجل يعني من سنين طويلة قريب من جميع الكويتيين. تدخل العزاء في المنطقة العاشرة تجد الشيخ نواف جالس بين الناس كأنه واحد منهم. تروح عرس في الفروانية أيضا تجد الشيخ نواف، تروح ضيحة عبد الله السالم تجد هذا الرجل دمث الأخلاق ومدرسة الحقيقة في الأخلاق. وأنا أذكر شخصيا يوم الأيام لما جاني عزيني في الوالد رحمة الله عليه، رفض الشيخ نواف أني أوصل للباب، وحقيقة عجزت أني أقدر أمشي معه من دماثة خلقه. الشيخ نواف مدرسة نحتاجها في هذه المرحلة. تحية صباحية من مبنى الشعب إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، طويل العمر، تحية من كل أهل الكويت. إن شاء الله أنا قادرة أمثلهم وأقول لك كل عام وانت بخير، عسى عمرك دوم مدد ما هو عدد. نحبك وايد يا شيخ نواف، نحبك وايد يا أبو فيصل، عسى الله يطول بعمرك ويحفظك ويخليك، وتشوف الكويت إن شاء الله نورة وبهية بوجودك ووجود صاحب السمو الأمير الله يحفظه. طبعا بداية نبارك للشعب الكويتي، وبارك للقيادة السياسية على العيادة الوطنية، كما نبارك ولي العهد على تولي منصب ولاية العهد. طبعا لابد أن نتذكر بأن 2/8/90 طبعا هو يوم أسود في تاريخ الكويت، ولكن هذا اليوم توحدت فيه جميع أطياف المجتمع. نتمنى نتعلم من هذا الدرس. مسيرة حافلة بالعطاء من أجل الكويت ونهضتها، ومثال حي للمسؤول المحب المعطاء المتواضع، وهي صفات اغتنمها من بيت الحكم. فبراير شهر فرحة وسعادة وسرور علينا ككويتيين في أعياد الاستقلال والتحرير، وأيضا في الذكرى الجميلة للثقة الأميرية بسمو ولي عهد حفظ الله ورعاه، ومبايعة مجلس الأمة لسمو ولي عهد الأمين في هذه الأيام الجميلة التي نعيشها. والدستور حرص على لفظ المبايعة لما له من دلالات شرعية كما جاء في المذكرة التفسيرية، فنتمنى لولي العهد حفظ الله ورعاه كل سلامة ونجاح وتوفيق وتفوق وتوفق في خدمة الوطن والمواطنين. اليوم العيادة الوطنية تتزامن مع مناسبة تولية سمو ولي العهد الشيخ نواف ولاية العهد، إن شاء الله أنها ولاية خير، والشيخ نواف له محبة خاصة في قلب الشعب الكويتي، ونتمنى له إن شاء الله مديد من العمر والصحة. نهني سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتولي مقاليد أمانة ولي العهد وثقة سمو الأمير فيه، وثقتنا نحن كنواب للأمة وثقة الناس اللي احنا نمثلهم بشخص نعتقد أنه يعني هو الأجدر بهذا المكان، هو الشخص القريب من قلوب كل الناس بتواضعه بحلمه بعطائه. نتمنى له موفور الصحة والعافية، ونهني أنفسنا كذلك بهذه المناسبة الطيبة. نحن نفتخر بسمو ولي العهد بأن كان مخلصا دائما في أي موقع وزاري كان فيه إلى هذا اليوم وهو وليا للعهد. سمو ولي العهد هو يعني عضيد لسمو الأمير، ويشارك سمو الأمير في إدارة الملفات سواء المحلية أو الإقليمية والشائكة التي فعلا نجت الكويت في كثير من الرياح والأمواج العاتية.
ذكرى عزيزة على قلوب الكويتيين، لا سيما أن التاريخ السياسي والعملي لسمو الشيخ نواف الأحمد والممتد لأكثر من نصف قرن يزخر بجهود بارزة لرفع مكانة الكويت بين الدول، وأضحى عطاؤه وخبرته محل تقدير محلي وإقليمي وعالمي. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.